سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ بلا ما نطول عليكم، اليوم انا هنايا جيت باش نوريكم كيفاش كندير انا لاصوص ديالي، لاصوص طوماط اللي علمها لي الراجل ديالي. خديت كما قلت لكم البارح، تقديت من السوق، خديت واحد جوج كرتونات ديال الطماطم اللي كانت رخيصه بزاف، لذلك خديت بزاف. هذه الطريقه سهله، غادي نوريها لكم كيفاش. مطيشه ما كتحتاجش تزيدوا لها الماء، هي اصلا غنيه بالماء. الوغ باش ديروا واحد لاصوص اللي غادي تقدروا تخبيوها في المجمد، او لا تحتفظوا بها في المجمد، ومن تحتاجوها تجبدوها وتستعملوها سواء للحساء او للشوربه او للبيتزا او اللازانيا او للباستا او للمكرونه كما كتقولوا، غادي تديروا لها بهذه الطريقه. هذه انا مطيشه الطماطم بعد ما غسلتها، شنو كندير ليها؟ فقط ما كنقشرهاش، كنحيد لها هذا الراس، هذا فقط، هذا الراس هذا. وطبعا الا كان مكان يعني اللي كيكون شويه طايب، يعني كتحاولي مثلا عندي انا هاد الجهه هذه، هاد البلاصه، كديري لها بحال هكا. شنو غادي ندير ليها دابا؟ غادي نقطعها على أربعة، نقطعها على أربعة هكا صافي. كنقص عليها البوطه لادنى درجه، الاقصى درجه، يعني هذا النار خصها تكون هاديه جدا صافي. ونغطي عليها بحال هكا ونخليها تغلى ليا مزيان. ملي تبدا تغلى كنبدا نحركها شي شويه ونولي معكم، نرجع نقول لكم شنو التتمه. هنا من بعد ما بدات كتغلى عندي الطماطم، ها انتما كتشوفوا، غادي نحاول نستعمل هذا غير باش نزيد نساعدها انها تزيد الماء ديالها، يعني تطلق الماء ديالها. هنايا كنحاول نضغط عليها بهذا الشكل هذا، البنات بغيتوا الطماطم تنسموها باي منسم، سواء الثومه، البصله، يعني الثوم او البصل او البقدونس او الكزبره، يعني القزبر، والزعتر والزعتره، يعني التايم، اي حاجه. او لا بغيتوا داك اكليل الجبل، يعني اللي هو ازير، اي حاجه بغيتوا تنسموا بها تقدروا تنسموا بها. غير هي هذه انايا ملتي فيكس فونكسيون، ملتي فونكسيون. هذا الطماطم هذا يعني غادي نستعملها للحريره، غادي نستعملها المكرونه، يعني داكشي علاش ما خصنيش نسمها دابا، حتى نبغي نستعملها يعني مثلا المكرونه عاد نقدر نسمها. وبالنسبه للحريره راه كتعرفوا يعني ما ماشي ضروري مطيشه تكون من السماء، انما غير تكون عادية، الموت تكون لاصوص وصافي. هيا كما كتشوفوا راه طلقات ما شاء الله الماء بزاف، يعني غادي نخليها كذلك دابا طيب هذا الماء هذا. بغيتوا تزيدوا لها زيت الزيتون ممكن، يعني عندكم الاختيار. هنايا انا غادي نحاول نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون، غير واحد جوج معالق كبار مثلا، كافيين باش طيب لينا هاد الطماطم هادي. كما قلت لكم انا غادي نخلي عليها يعني نار يعني هاديه، نخليها طيب على خاطرها، ومن بعد غادي نرجع معكم. من بعد ما غادي تكون بردات، طابت وبردات، عاد غادي نطحنها، او لا نطحنها وهي سخونه بداك البلندر، ستيك بلندر اللي معروف. يلا نخليكم دابا. هانتوما كتشوفوا البنات، مره انا كنحل عليها، يعني كنحاول ننزلها بهاد الجهاز هذا، يعني باش يولي الحجم ديالها صغير وتساعدنا اننا دغيا تنضج لينا الطماطم في الماء اللي حنايا دايرين فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال الملح وصافي، واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون صافي. غير هادو هما اللي استعملت في هاد الطماطم هادو. غادي نخليها طيب على خاطرها على نار هادئه كما قلت لكم، وغادي نرجع معكم من بعد ان شاء الله. سلام البنات، ورجعت لكم من جديد من بعد ما طابت لي الطماطم.
نضجات، دابا غادي نحاول نطحنها اولا نميكسيها بهذا. نتوما الا ما كانش عندكم هذا وبغيتوا ديروها في ديك الطحانه الروبو اولا المولينكس الا عندكم، ضروري تخليوها تتبرد باش ما تخسرش ليكم اولا ما تضيعش ليكم وما تبوظش ليكم الآلة ديال الطحن ديال الشوربة. لذلك انا غادي نقوم انايا بهذه العملية وهي سخونة. غادي نحاول نطحنها ونرجع لكم من بعد. وهنايا انا انتهيت من الطحن. صدقوني على البنات والله العظيم ما ضفت حتى قطرة ديال الماء، حتى قطرة ديال الماء ما ضفتهاش. ما نكذبش عليكم بصراحة، هكا كتجيني دائما هانتوما كما كتشوفوا هي، يعني سائلة بزاف، ولكن يعني بديك الخطورية ديال الطماطم راه كتجي خاطرة. هاد الطماطم هادي كنخليها تبرد وكنعبئها في اكياس بلاستيكية اللي خاصة بالمجمد، وغادي نقفل عليها مزيان ونديرها في المجمد. منين نحتاجها كنجبد يعني داك الكميه اللي انا محتاجها، سواء جوج اكياس او لا ثلاثه او لا واحد على حسب عدد افراد ديال الاسره. وكنسم يعني لاصوص ديالي او لا الطماطم ديالي بالشكل اللي بغيت وعلى حساب الوصفه اللي غادي نحضر. الا كانت المكرونه او اللازانيا كنسمها بالاعشاب المناسبه، وكنزيد وكما قلت لكم البنات بغيتوا يعني تطبخوها مع، ملي تكونوا يعني كتطبخوا الطماطم طبخوها مع البصل والثوم، سواء كان البصل الاخضر او البصل الدائري، يعني كيجي رائع لذيذ جدا. بغيتوا تزيدوا عليها الربيع او الحشيش كما كيقولوا له في الخليج، او لا يعني الكسبره او والبقدونس، ضيفوه عليها. حتى هو تينسم الكرفس، حتى هو تينسم بزاف، ولكن انا من الاحسن كنقول يعني ما تنسموهاش كاع، فقط طبخوها بالملح وقليل من الزيت، زيت الزيتون صافي. كتطبخ كتعاونوها بهادي، يعني مره كتحاولوا تبيرسيوها بهادي باش كتنزل شويه الماء الطماطم وكتعطينا داك الماء وكطيب في داك الماء ديالها. صافي هنايا سالات عندي انايا سال الفيديو ديالي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي البنات، ما تبخلوش عليا باللايكات لان كنشوف عدد المشاهده اكثر من اللايكات. واللي مازال ما تابوناتش عندي وكتحب يعني تابونا عندي وتقاسم معايا الوصفات ديالها وتشوف الوصفات ديالي وتستافد منها، ما عليها غير تابونا عندي في لاشين. وشكرا، كنتمنى لكم فرجه ممتعه.